في كرم يعلمونك إياه في المدارس، في كرم تعلمك إياه السعودية. بهذه الجملة غرد اليوتيوبر والمؤثر البحريني عمر فاروق على منصة تويتر، موثقا في فيديو تجربته مع طفل سعودي منحه الطعام والشراب بالمجان، والسبب وفقا لعمر يكمن في كرم ضيافة السعوديين وحفاوة استقبالهم للسياح. التغريدة لاقت تفاعلا كبيرا على تويتر، حيث تجاوز عدد المشاهدات أكثر من 3 ملايين في غضون أيام، وأعاد نشره الآلاف. أصر بطل الفيديو عبد العزيز ذو 12 عاما وأخوه عبد الله الذي يعبره بعامين على عدم دفع السائح المال مقابل ضيافتهما له، فتحول دكانهما في منطقتهم التابعة لمحافظة عسير إلى مجلس ضيافة لسالكي الطريق. ما تبغاه أخوه؟ والله أنت أخذ. أنت تعرفنا؟ لا. ليش تعرفنا؟ سلام. هدية. والله ما أخذه. مو عليك. والله ما أخذه. خذ والله العظيم هديه. ممكن تسال شنو اللي يخليني اعطي هالولد ايفون؟ الحين اقول لك، واحنا في الدرب لابها قررنا نريح شوي. والله العظيم يينا هني ناخذ شاي. عزيز عبد الله يبيعون هني في الفوترك. هذه بالاسمر. بالاسمر في منطقه صغيره اسمها بالاسمر، اول مره اسمع لها. النعناع جبته من هنا؟ في حبق وفي نعناع. اسرع شيء. ها شكرا. ما تبغاه اخذ؟ والله انت اخذ. انت تعرفنا؟ لا. ليش تعطيني بلاش؟ إذا ما خليت إيش بتسوي؟ والله نتضارب أنا وياك. نتضارب؟ نتضارب يا. لا تشت. أبى أعرف شنو السبب؟ أنت ضيوف علينا في السعودية صح؟ اللي فيكم ما هم خسارة ولا؟ عشاكم الليلة. عشاكم الليلة. عشان الليلة؟ ورق عنب، شوكليت، موهيتو. ليش؟ لأن شغل إن السيارة بحرينية. ما كيسوي القهوة ما كنت دكتور. لا لا ما بي والله ما تونا متغدين. على كل المزيد ينضم إلينا عمر فاروق يوتيوبر وصانع المحتوى. أهلا بك يا عمر، شكرا على تواجدك معنا. صباح الخير في صباح العربية. هلا عمر. سلام، صباح النور. هلا والله عمر، حدثنا عن تجربتك مع الطفل السعودي وأخوه، ما الذي حصل تحديدا؟ احنا وقفنا نبي شاي على الجمر، بصراحة ما كان عنده، فكنا بنمشي خلاص يعني انتهى الموضوع، كنا بنمشي. لكن شخصيتهم عبد الله وعبد العزيز مو طبيعية، خلتنا نوقف غصبا عنه. قالوا زين جرب جرب يعني، شوف انزل شوف شنو عندنا ايس كريم، عندنا غير. فحتى الشباب كانوا نايمين ورا في السياره صحوا، قال مين هاي، مين قاعد يتكلم؟ فنزلنا وقاعد نشوف، وبدا فيضان الكرم اللي عندهم، شيء ورا شيء شيء ورا شيء. خلينا جاي، عقب عطونا موهيتو جرب، عقب عطونا ورق عنب، بعدها سويت تسوي والدتهم، وفتحنا قلت حق الشباب فتحوا الكاميرا وخلينا نصور هاي الأشياء اللي تصير. فمن صوب يودهم يروحون حق السايق يعطونا أشياء، من صوب يودهم يعني. عمر قدي مهم كمان أنه نحكي للعالم أنه هدول الأطفال وهاي العيلة ما كانوا عارفين أنه أنت عمر فاروق يوتيوبر وصانع محتوى مشهور، يعني هم تصرفوا بعفوية تامة. أنا تفاجأت، لأنه طبيعتهم يعني، على طبيعتهم على تربيتهم قاعد يعني قاعد يتصرفون 100%، وهذا الشيء بدون تمثيل. والطفل يعني طفل طبيعي في يمكن أغلب البلدان، أو حتى يعني في بلدي البحرين مثلا، إذا أعطيته آيفون بيستانس وخلاص بيأخذه، بس هم يتصرفون بطريقة أنه لا والله ما أخذه وعيب، لا أنت ضيوفنا. فتقول هذا الشيء ما بيكون إلا من تربية يعني، من طفولتهم ومن طبيعتهم يعني في هذه المناطق. فتفاجأنا جدا. عمر، أنت وثقت اللحظة ووثقت هذه التجربة مع الطفلين السعوديين، كيف كان التفاعل؟ والله التفاعل يعني حسبناها أمس في تيك توك، في السوشيال ميديا، من كثر ما انتشر الفيديو يعني نقدر أن وصل حق أكثر من 40 مليون شخص، و40 مليون شخص اللي هو عدد يمكن أكثر من عدد السعودية نفسها. فالناس تفكر من كل أماكن، فكرة أنه الكرم يكون عند الطفل بهالطريقة هو شيء يعني ترع فيه من الفطرة في السعودية، وهذا شيء صراحة يعني برافو على أهل المناطق وأهل يعني الأهل إن ربوا هاي الشيء في أطفالهم. عمر، بأوروبا عموما يعني مثل هكذا أمر هو أمر مش عادي يعني ومش شائع كتير، اليوم أنت كيف بتعرف الكرم من خلال هذه اللفتة الجميلة؟ أنا قاعد أسوي جولة على السعودية كاملة، وفكرتها أني أسافر حول السعودية من دون سيارة ومن دون خطة ومن دون سكن، وأعتمد على الناس أنهم يوصلوني مثل الهيتش هايكينج، فأحمل لوحة وهم يوصلوني معاهم أو هم يسكنوني معاهم أو هم يعزموني. فحول السعودية أنا استوعبت أنه ما
ما في شيء اسمه سبلت بيل مثلا لما تروح مطعم لا انه تتشارك الحساب ما في، على طول بيحلف وعلى طول بيعزمك، وهذا الشيء يعني غير قابل للنقاش بتاتا. ممكن فعلا ممكن تخسره او يخسرك اذا ما عزمك. فالموضوع يعني ما شاء الله يعني اكستريم في الكرم ما شاء الله. طيب انت حاولت تتفاعل مالي يا عمر، بس عبد الله وعبد العزيز رفضوا ذلك. بصراحه انا ما اخذت شاي. السائق اللي كان معانا كان يبي شاي، وهم عزمونا كلنا، كنا 5 أشخاص عزمونا كلنا، مجرد واحد كان يبي شاي. ف يعني ما في مقارنة اصلا. يعني اذا تبي شيء واحد يعطونك 5 أشياء ومجانا، واعطونا بعدين اكثر اشياء. فانا يعني حتى كنت اقول حق اخوه يا جماعه بزنس شوي، قال لا ما في خساره، انتم ضيوف ما في خساره فيكم. تعرفون غريب شعورنا فعلا، يعني ما قاعد يمثلون بطبيعتهم بهالطريقه بدون تصوير. اها، واحنا كثير كنا سعداء بمتابعه ومشاهده هذا الفيديو كما كثيرين، ومشكرك جزيل الشكر من المنامة عمر فاروق، يوتيوبر وصانع محتوى. شكرا لك. شكرا يا عمر.